الضيوف هيكونوا هنا قريب، يلا نبدأ حفلتنا بعصير الموز. خلي بالك من نفسك يا حبيبي. أوه لا يا شباب، ده مش زي ما هو باين. سموتشي اجهزي، يلا نخرج في ميعاد في مكان مميز جدا. هاي طبعا انا لازم اجهز. احنا اكيد هنروح لمطعم خيالي. شعر، ميك اب، فستان مناسب، شكلي مدهش. شو المحظوظ فعلا ان يكون لي خطيبه زيي. لكن انا مش محظوظه ان يكون عندي خطيب زي شون. احنا فين؟ في غابه؟ هو مجنون؟ نار مخيم وكباب؟ هو ده مكانك المميز؟ على الأقل في أكل. بأمانة رحلة خلوية برا البيت مش فكرة وحشة رغم كل ده. لورا على موبايلها طول الوقت. سموتشي بصي ده ظريف جدا. هاي اقفلي الانستجرام شوية يا سموتشي، أنا بقيت غيران من الموبايل بتاعك. شون اوعى تلمسهم. في الأول أنا لازم أصور صورة لفطارنا الملكي. أنا زهقت وتعبت من الموبايل بتاعك. لورا مش بتديني أي اهتمام خالص. في ثلاثة موجودين في الميعاد ده، أنا وخطيبتي وموبايل بتاعها. أنا لازم أهتم بالموضوع ده. مفيش داعي للاستعجال يا لورا، أنا هيكون عندي وقت إني أدبر مقلبي. هنقص أطراف صنون شوكة بلاستيك. هنرش الشوكة بلون سبراي فضي. ونقطع قطعة بلاستيك شفاف على قد الكاميرا. ونلزقها على الشوكة. أنا ثبت الشوكة على كاميرا الموبايل. أنا كنت مستني إن أنا أدمر الجهاز ده من مدة طويلة. شون، أنت عملت إيه؟ أنت قتلت الموبايل بتاعي، إزاي قدرت تعمل كده؟ أوه، اتضح إن الشوكة مجرد مقلب. الموبايل سليم وشغال. وجبهة شون هتبقى كويسة. أهم حاجة إن اللي بنحبه ما يتأذوش. لورا هتعمل مقلب حلو تاني. هتحتاج نوتيلا وتواليت. هنضيف شوية معجون شوكولاتة على ايديكي. والنادي على شون. عمل مقلب في شون، مشهد واحد أول مرة. حبيبي اديني شوية ورق تواليت. اتفضلي يا سموتشي. ايه ده؟ يو لورا ده مقرف. ده مجرد مقلب نوتيلا يا شون. ده أكتر مقلب مش مؤذي، معدتي بتعمل صوت. فأنا هقبل المغامرة دي. سموتشي شميها، العطر ده علشانك بس. هيو شون ده مقرف. قد ايه ده مقرف؟ انا مش هكلمك تاني ابدا. اظن ان احنا لازم نخبيه. شون جايب هدية هايلة، عقد مش عادي مع صورة بورتريه للورا جواها. سموتشي ما تزعليش مني، يلا نتصالح. اتفضلي العقد ده ليكي علشاني. شون ده لطيف جدا. استنى، هي دي صورتي؟ مين الوحش ده؟ ظريف جدا يا شون، احنا مش لايقين على بعض خالص. دلوقتي انا حاسه بالاهانه اكتر. خد عقدك تاني. اوه يا لورا انت ما بتقبليش هزاري خالص. لورا كانت مستنيه شون في كافيه. سموتشي قولي مين ده؟ الولد اللي بيحبك وانا مليان بالمفاجآت. اتفضلي انا جبتلك بوكيه. هنضيف رولز ورق تواليت في أعواد تقليب. هنغرس فيهم أعواد من كذا جنب ونجمع بوكيه. ونوصل الأعواد باللزق. هنغطي البوكيه في ورق هدايا ونلزق فيه ورد صناعي. هو ده علشاني؟ ورق تواليت بدل الورد؟ شون انت حنين قوي، وانت عارفني اكتر من اي حد تاني. شكرا يا حبيبي. لورا قررت تختبر شون. خلينا نشوف هيتصرف ازاي مع اختبار حمل ايجابي. انا هرسم ثلاث خطوط فاكيد هيصدق. شون تعال هنا دلوقتي حالا.
مبروك، انت هتكون اب. ثلاث خطوط معناها اننا هنبقى ثلاثة قريب جدا. اوف، انك تكوني حامل صعب جدا. مسكين شون، هو فعلا كان متخيل نهايته كأب بالشكل ده. متحاوط بالأطفال، دايما بيصرخوا وبيطلبوا الأكل زي مامتهم بالظبط. دي كارثة، حياتي انتهت. حبيبي شون، ما تقلقش، ده كان هزار. أنا مش حامل، ده مجرد مقلب. فيو، إيه الراحة دي؟ يوم الرياضة. سموتشي، يلا نروح نلعب كرة قدم. اللاعبين أخدوا مواقعهم، دي متعة كبيرة جدا. شغلة هاي يا سموتشي، رمي الكرة، امسكيها. وبس، رمي لتحت. سموتشي، أنت كويسة؟ حاسة في بقي باختلاف بسبب حاجة. إيه اللي حصل؟ أو لا، فين سنتي يا شون؟ دي سابتني. شون لازم يفكر في حل بسرعة. هنعمل سنة من صلصال بوليمر ونضيف جذور طويلة ونشكل تاج بأداة تشكيل. هنخبزها حسب تعليمات العبوة. هنلزق السنة في حلقة خاتم. ونحطها في علبة. دي خسارة كبيرة، أنا وسنتي كنا ثنائي هايل. إزاي هقدر أكمل حياتي؟ سموتشي، أنتي لسه بتعيطي على سنتك الجميلة؟ ما تزعليش، أنا معايا حاجة ليكي. مفاجأة، الخاتم ده علشانك. أنا بحبك حتى من غير سنة. دلوقتي أنتي وسنتك ممكن تكونوا مع بعض للأبد. سموتشي، البيتزا بتاعتنا هنا. استني، أنا نسيت أجيب الصوص. أنت بتحتاج وقت طويل جدا عشان تجهز يا شون. أنت مش عارف إنه ما ينفعش أبدا تسيب لورا لوحدها مع البيتزا؟ جبنتي اللي بحبها. تعالي لماما. وادي الصوص. لورا، ده معناه إيه؟ البيتزا فين؟ أنتي كلتي كل حاجة تاني؟ مش كل حاجة، في لسه حتة صغيرة فاضلة. شفت؟ أنا اهتميت بيك. إيه؟ أنتي عايزة شريحتي كمان؟ طيب، كليها، أنا بحبك أكتر من البيتزا. شون شكله منتعش، نضيف وسعيد بعد الشاور. لكن في مقلب جديد جاهز ومستنيه. اقلع هدومك يا حبيبي. شرفي وكرامتي. اجري يا شون، اجري. مقلب هايل. شون لزق البورتريه مطبوع ليه في باب غسالة الهدوم. لورا هتكون سعيدة جدا. لورا، لورا، تعالي هنا. لورا لقت شون في مكان غريب جدا. سموتشي، مفاجأة، أنا هنا. وبس، المقلب ده ليه تأثير قوي جدا على لورا. لورا وكوكيز تناغم عملته السما. شون جاب كوكيز ليهم هما الاتنين، لكن الطبق فضي على طول في ثواني قليلة. لورا أكلت كل حاجة تاني، ده بيحصل كل مرة. شون، هات لي حاجة تانية علشان أكلها، أنا خلصت كوكيز. أوكي يا سموتشي. أنا جبت آيس كريم لحبيبة القلب اللي زيك. نفرم صدور فراخ مطبوخة في بلندر. هنضيف جبنة كريمي وكركم ونخلط المكونات. هنضيف الخليط الجاهز في عبوة آيس كريم ونجمدهم. اتفضلي شوية آيس كريم يا سموتشي. اتفضلي، أنا جبتلك أكبر معلقة بالطريقة اللي انتي بتحبيها. لكن المقلب باظ. الآيس كريم ده مش عادي خالص. أنا حبيت الطعم السبايسي ده. الآيس كريم ده هو أفضل إضافة لساندوتش اللحمة بتاعي. يوم الغسيل. فيو، التيشيرت ده محتاج يتغسل كمان. شون، ما كانش المفروض تسيب غسالة الهدوم من غير مراقبة.
أنا هعلي درجة الحرارة جدا. وأهو كل حاجة محطوطة فيها، اغسلي. تيشيرت شون بقى أصغر بعد الغسيل. لورا، هي دي غلطتك؟ عجبكم مقلبنا للمرتبطين؟ يبقى قولولنا في التعليقات هتعملوا مقلب ازاي في نصكم التاني؟ هتدولهم بوكيه من ورقة تواليت، خاتم بسنة، ولا هتحطوهم في غسالة الهدوم؟ وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي مقالب مضحكة من تروم تروم.